تقول السائلة: ما حكم الرطوبة والسوائل التي تخرج من المرأة باستمرار من حيث الطهارة، وهل هي ناقضة للوضوء، وبالتالي ماذا عليها بسبب مشقة التحرز منها؟ كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، خارج من السبيلين ينقض الوضوء، يتوضأ يستنجي منه يتوضأ. والمرأة إذا كان هذا الخارج دائم معها ما ينقطع فهي مثل من به سلس البول، تستنجي عند الصلاة وتوضأ وتصلي في الحال ولا حرج عليها ولو خرج منها شيء، لأن هذا اللي هي تستطيع. نعم.